قولي انت اسمك ايه الاول؟ اسمك ايه؟ عادل رمضان. عادل، ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل؟ انا جبت من البيت عصير مدير وامي جت في شركة على الجمعة. قالت لك امك تلبس وتروح تصلي الجمعة. لبست وروحت الجمعة وشلت جوا عشان اتركها. صليت اول ركعة؟ وانا قعدت عند ابوي. عند ابوي. ابوك كان في المسجد؟ قعدت وقعدت الساعة ونحن نسمع ضرب النار. ده بعد اول ركعة؟ يعني انتوا خلصت الخطبه وابتدت اول ركعه؟ سنه المسجد كانت لسه. طيب خلص مع ضرب النار. يعني كان لسه قبل الخطبه خالص في ركعتين السنه تحيه المسجد. ولي ولد عم اسمه. طب ضرب النار يا حبيبي، انت فاكر هو ابتدى من بره المسجد ولا من حصل زي يعني قنبله في انفجار؟ لا، قبل بره المسجد. واحنا اسمنا ضرب النار، كل واحد دور له مكان يبقى فيه. كل واحد دور على مكان يستخبى فيه. وانا لقيت لي ولد، طلع اسمه الولد عمي تحت السلم اللي بنا انا وياه.